كان اليوم المميز بهذا اليوم أننا قمنا بإنشاء مجلس بلدي من شابات وشبان الذين يمثلون المجلس البلدي، حيث قمنا بانتخابات داخلية ما بين المتفوقات والمتفوقين في الدراسة لإنشاء مجلس بلدي كامل. أنا تعلمت أن المسؤولية ليست تشريف بل هي تكليف، وأن نشمر على سواعدنا لازدهار وطننا، فحب الوطن عبادة والموت من أجل استشهاد والدفاع عن شرف الشعب البلدي لدعوتنا إلى هذا المكان، وجعلنا مجلس شعبي مصغر، وتبدلنا اليوم موضوع على مبلغ مالي مقدر ب 20 مليون دينار جزائري، واش نصرفوا به؟ قررنا نصرفوا به نشروا شاحنتين للنفايات، فبسعادة تعاني من هذه المشاكل. يشرفني أن أكون مع أعضاء البلدية، وأنا أشكر الرئيسة، لقد أعجبني دورها كثيرا، وكذلك أشكر أبواي على تحصلي على هذا المنصب المشرف، وأقول لهم أنا أعتذر لكم عن كل شيء، وأنا أحبكما. إلى اللقاء.